باش نحيو الاسطول المغربي ولا باش نحيو اسطول يكون تحت الملكيه ديال مصالح مغربيه، كيخصنا بالنسبه للسفن اللي كتعمل في المجال الدولي خصهم يكونوا بنفس الصفات ديال المنافسين ديال 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 المغرب. اللي في اليوم 80% ديال الاسطول العالمي هو كيحمل رايه ديال اللي كنسميو البافيون دو ليبر ماتريكولاسيون، مثلا ليبيريا ولا بنما ولا شيبر ولا مالطا ولا. اذا هاد باش نسمحوا هاد الاحياء ديال الاسطول تحت الملكيه ديال مصالح مغاربه، هادشي اللي خصنا نديرو. ولكن بالنسبه للسفن اللي كيكونوا كيعملوا في الكابوتاج ولا اللي كينقلوا المسافرين، هادو كيمكن يكونوا تابعين للرايه المغربيه بحال اللي موجوده اليوم ولا التشريع اللي موجود اليوم، ولكن هذاك التشريع قديم خصو يتنمى، خصو يتغير باش يولي بحال المنافسين ديال 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 المغرب العالميين. خصنا الاداره، القانون، هاد حتى من الناحيه ديال الضرائب خصها تتماشى مع داكشي اللي كيدار في العالم. ما يمكنش نبقاو حنا خدامين بهذاك الشيء اللي كان تصوب في الاوائل ديال العشرينات ولا في الاواخر ديال القرن 19. انه الا ما كانش عندنا اسطول تحت الملكيه ديال المصالح المغربيه، الاسطول من غير النقل ديال البضائع ولا المسافرين كيسمح بتكوين ديال المؤهلات بحريه مغربيه اللي ما كيعملوش في البحر، كيعملوا مثلا في الموانئ كمرشدين، اللي كيعملوا مثلا في كخبراء. كان واحد العدد ديال المهن اللي كتكون كتعمل في البر، ولكن الناس اللي كيديروها كيخصهم يكون عندهم تكوين بحري عبر على السفن. الا ما كانوش في السفن اذا حتى هذاك المعرفه اللي عندنا باش نسيروا الموانئ ولا باش نرشدوا السفن اللي كيدخلوا الموانئ ديالنا ولا التدريس اللي كيديروا في المعهد البحري، كيخصوا اناس يكونوا عندهم تكوين بحري ومارسوا على ظهر السفن، عاد كيمكن لهم من بعد يخدموا في البر في مصالح البريه.